الورد بوحتاح الوالد بعام 1979، يعني أخذنا هالمصلحة من الوالد، والحمد لله هلأ الأوضاع يعني عم تتحسن كل ما له في المصلحة، وكل فترة بصير مثلا صعوبات، شيء بقطع الطريق شيء حسب، يعني الحمد لله إنه مشان هاي الصعوبات أسسنا مشتل برامي، صار عندنا مشتل ورد وصرنا نأمن منه الورد. بالنسبة لإنه شغل الورد إنه أيمت بيصير وهيك، يعني أكثر شيء بالأوقات المناسبات بين عيد الأم، بالأعياد، عيد الأضحى. أسعار الورد بتختلف حسب المناسبات وحسب الوقت، يعني أنا مثلا في مناسبة عيد الأم، مناسبة عيد الحب ممكن توصل للجوري 700 ليرة، التوليب بيوصل لل 600، الليليوم بيوصل لل 1500.